سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. مشهد ليس بغريب. هنا في صالة الشهداء قرية عين التينة في ريف محافظة اللاذقية، المجتمع الأهلي يكرم 37 أسرة من ذوي شهداء القرية. هذه الفعالية فعالية تكريم أسر الشهداء، تقام في كل عام في هذا اليوم المبارك عيد الشهداء. طبعا هذه الفعالية نقوم أهل الخير في هذه القرية الفعاليات الأهلية باجتماع يتضمن مجموعة من الأمور التي من شأنها تعزيز الحالة المعنوية عند أسر الشهداء. مهما قدمنا لأسر الشهداء لأبنائهم فنحن مقصرون معهم، إلا أننا يعني نستذكر الشهداء الذين لا نستطيع أن ننساهم على الإطلاق، فما قدموه هو أهل لأن يذكر أبد الدهر. نحن في هذه الأيام ما لنا إلا أن نكرم هؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى رقى بعليائهم وبدرجاتهم إلى الملأ الأعلى، فنسأل الله أن يتغمدهم بواسع الرحمة وأن نكون صادقين في تكريمهم مع من كرمهم الله في هذا اليوم وفي كل يوم. على مساحة هذا الوطن ارتقى الكثير من الشهداء، وخصوصا في القرى التي قدمت الكثير من أبنائها دفاعا عن تراب هذا الوطن كقرابين تقدم في سبيل هذا الانتصار الذي نحصده اليوم في بلدنا الحبيبة سوريا. احتفاء سنوي بعوائل الشهداء تخليدا للذكرى والعطاء. أرواح راح تبقى في قلوبنا مدى الحياة ولن ننساهم أبدا. نشكر نحن الفعاليات الأهلية على التكريم هذا العميق قدموا لذوي الشهداء جميعا، والرحمة والخلود لشهدائنا والنصر إن شاء الله المؤزر لجيشنا الباسل بإذن الله. الله يرحم هالشهداء ويرحم شهدائنا جميعا ويرحم شهداء هذا الوطن، هني ربيناهم نحن على حب هذا الوطن وحب السيد القائد، والله يرحمهم جميعا يا رب. نجدد العهد والوفاء لأرواح ودماء شهدائنا الأبطال وللوطن وللسيد الوطن بأن نبقى على هذا الطريق الذي سلكوه شهدائنا الأبرار، ولا خيار أمامنا إلا النصر أو الشهادة. كانت إحدى وصاياهم عندما قالوا، وكانت إحدى وصاياهم اذكرونا عند النصر، ونحن سنذكرهم دائما اليوم وغدا وبعد غد ودائما سنظل نذكرهم، لأنهم هم من أوصلونا وأوصلوا سوريا إلى بر الأمان. الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل من في البشر. الله يرحم شهداء سوريا. الله يرحم شهداء سوريا. رمزيته يحمل التكريم معاني الشكر والتقدير والعرفان والسلام لقداسة أرواح هي أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر.